السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة عن أفضل موبايل تحت ال2000 جنيه. خليني كده أقول مقدمة عشان نبقى فاهمين الدنيا وتبقى فاهم وجهة نظري برضو وأنا بشرح. أنت عشان تيجي تقيم موبايل، أو أنا لما باجي أقيم موبايل بقيمه من 6 عوامل، ماشي؟ أول عامل هو التصميم، تاني عامل هو الشاشة، تالت عامل المعالج، رابع عامل الكاميرات، خامس عامل هو البطارية، سادس عامل السعر. هل السعر ده يستحق المواصفات اللي في الموبايل ده؟ وهل الموبايل ده فيه كام يعني فيه كام بند من اللي احنا قلناهم؟ يعني مثلا البطارية والشاشة حلوين، ولا الشاشة والمعالج والتصميم حلوين والتانيين مش قد كده؟ انا بقيم في يعني بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين، يعني بشوف ال5 حاجات دول وهل هما ماشيين مع السعر ويستاهلوا السعر ده ولا لا. فالموبايل بتاع النهارده هو شاومي ريدمي 9 سي. الموبايل ده الشركه لسه معلنه عنه ان هو هينزل رسمي خلاص مصر الايام اللي جايه دي، تقدر تشتريه. الموبايل ده افضل موبايل تحت ال2000 جنيه لحاجات كتير، تقريبا في كل العوامل اللي احنا اتكلمنا عنها دي مقارنه بالسعر بتاعه. وهنعرف دلوقتي العوامل بتاع المواصفات بتاعته والسعر بتاعه، وهنتكلم مع بعض فيه شويه. اول حاجه خلينا نخش على التصميم. تصميم تقليدي جدا عادي، مفيش اي مشاكل، اكيد بلاستيكي يعني مش ازاز، بس مقبول، تقفيل محترم ما فيهوش جديد، والبصمه طبعا في مكانها مفيش مشاكل، وفي مربع كده جامع ال3 كاميرات بتاع الموبايل والفلاش، مفيش اي مشاكل. الالوان بتاعت الموبايل غريبه شويه، ولكن مش ده المبهر يعني في الموبايل، ولكن التصميم ممتاز مقارنة بالسعر بتاعه برضه. المبهر هنا بقى، الموبايل هنا تحت ال2000 جنيه جاي بنسخة 3 جيجا رام مع 64 جيجا مساحة داخلية. فانت هنا صعب تلاقي موبايل تحت ال2000 جنيه بنفس او في 3 جيجا رام و64 جيجا، كلهم بيبقى 2 جيجا رام و32 جيجا مساحة داخلية. فانك تاخد موبايل 3 جيجا رام مع 64 مساحة داخلية، ده حاجة حلوة جدا في السعر اللي هو تحت ال2000 جنيه. أصلا أنا الموبايل كنت جايبه كان 3 جيجا رام و64 جيجا مساحة داخلية، كان تقريبا ب 2800 جنيه كان أقل حاجة، ده الكلام ده كنت جايبه السنة اللي فاتت. فأنت دلوقتي بتاخده تحت ال2000 جنيه، حاجة ممتازة. أعتقد مفيش شركة يعني عملته لحد دلوقتي أو عملت الحتة دي لحد دلوقتي تحت ال2000 جنيه. في موبايلات كتير نزلت تحت ال2000 جنيه، بس مفيش حاجة 3 جيجا رام مع 64 جيجا مساحة داخلية. وده غالبا اصلا مش بيكون في الموبايلات التانية، يعني مفيش شركة بتحط ال 3 جيجا رام مع 64 جيجا في موبايل تحت ال 2000 جنيه. كمان هنا بطارية 5000 ملي امبير، 5000 ملي امبير يعني انت هنا معاك بطارية تقعد معاك فترة طويلة جدا، هتكفي معاك اليوم. اي نعم جاية ب مدخل شحن مايكرو اس بي، تمام، والشاحن 10 واط، هتقعد كتير في الشحن يعني ممكن تقعد لها بتاع 3 ساعات ولا حاجه، ولكن ده مش هزعلك في حاجه. ليه بقى؟ انت معاك بطاريه 5000 ملي امبير يعني هتكفيك طول اليوم، يعني تقدر تشحن الموبايل اخر يومك كده وانت جاي تنام ولا حاجه، او قبل ما تنام بساعتين ولا حاجه تحطه على الشاحن تشحنه، مش هيأثر معاك في حاجه خالص. دي برضو نقطه تانية حلوه في الموبايل. الموبايل كمان روح الموبايل بتاع روح الموبايل طبعا المعالج هنا جاي هيليو جي 35. هيليو جي 35 هيديك اداء ممتاز جدا برضو في الفئه السعريه اللي تحت ال 2000 جنيه. يعني اعتقد مش هتلاقيها في موبايل تاني برضو تحت ال 2000 جنيه. فانت هنا هتاخد اداء برضو ممتاز، يعني انت كده معاك اداء ممتاز، بطاريه حلوه، ال 3 جيجا رام مع 64 جيجا، فده برضو هيسهل عليك التعامل على الموبايل والاداء، وهيبقى فيه سلاسه، حتى تقدر برضو تلعب العاب، تلعب بابجي حتى لو على اعداد متوسطه او قليله، بس مش هيبقى فيه لاج معاه خالص، هيبقى الموبايل سلس جدا. التصميم برضو ما فيهوش اي مشاكل، انا مش شايفه يعني حاجه وحشه. كمان حاطين لك البصمه، يعني في موبايلات تحت ال 2000 جنيه شايلين البصمه، لا البصمه هنا موجوده محطوطه في ظهر الموبايل وشغاله، ما فيش اي مشاكل خالص. لو جينا برضو هنا نبص على الشاشه، فالشاشه جايه هنا اي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس، وده الطبيعي انها تبقى اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس. بس مش قصه برضو، انت موبايل تحت ال 2000 جنيه لازم برضو الشركه تضحي في حاجات معينه، ولكن الشاشه حواف يعني مش كبيره، الشاشه حجمها كبير برضو، الحواف صغيره، ف
فالموبايل بصراحة متكامل بالنسبة لسعره. الكاميرات برضو هنا هتقضي معاك الغرض، يعني لو انت عايز تصور حاجة في يومك هتمشي معاك، مش هتقول لا، يعني اللي هو ايه، هصور مثلا حاجة على السريع كده، مثلا كتاب، ماوس، اي حاجة، تصور نفسك صورة مثلا سيلفي تنزلها، مش هتبقى اللي هو الواو يعني، بس تقضي معاك في يومك وتعتمد عليها يعني. تمام. التسعير بقى هنا، لان ده هو مربط الفرس يعني. شوف احنا قلنا كل الحاجات دي، لو التسعير مش كويس فانت الموبايل مش هيتباع، او انا مش هتجه له ان انا اروح اخده، انا هشتري موبايل تسعيره عالي وامكانياته ضعيفة؟ اكيد لا طبعا. فالموبايل هنا تحت ال2000 جنيه هو التسعير الرسمي، وخلاص اتسعر في مصر. التسعير الرسمي بتاعه النسخة ال2 جيجا رام مع 32 جيجا ب 1777 جنيه، ده التسعير الرسمي خلاص اتسعر في مصر. النسخة ال3 جيجا رام مع ال 64 جيجا مساحة داخلية هتعمل 1999 جنيه، يعني تقريبا 2000 جنيه فرق بينها وبين النسخة الأصغر بتاع 200 جنيه. وعلى فكرة عايز برضه أعرفك حاجة، الفئة دي اللي احنا بنتكلم فيها دي، هنا ال 100 جنيه بتفرق في إنك تشتري موبايل تاني خالص، يعني ممكن تخليك تشتري موبايل تاني خالص 100 جنيه. فانت ما تستهزاش بال 100 جنيه في الفرق هنا، في فرق هنا 200 جنيه تقريبا فيهم بين النسخه الصغيره والنسخه الكبيره. عشان ده يعني ضافوا لك ايه بقى؟ 200 جنيه ضافوا لك مساحه زياده، ضافوا لك رامات زياده. فده الفيديو بتاع النهارده، ولو انت فعلا عايز تشتري موبايل تحت ال 2000 جنيه انا رشح لك الموبايل ده بقوه، ريدمي 9 سي. الموبايل ده خلاص هينزل مصر الايام الجايه دي، وموبايل ممتاز جدا كموبايل تحت 2000 جنيه، موبايل اقتصادي مفيش بعد كده يعني، من الاخر ده احلى موبايل تحت 2000 جنيه. بس كده يبقى خلص الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش بقى تشترك معايا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، ودعوه حلوه كده عشان انا في الجيش وبتاع، وخلاص فاضل يومين ورايح تاني الجيش. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.